السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نكمل معاكم تسجيل سلسلة حلقات الكليمز والكونستراكشن كليمز، وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النوع ال11 من أنواع الكليمز، وهو اللي ليه علاقة بحيازة المشروع والسماح باستخدام المشروع، الرايت اوف اكسس والبوزيشن تو سايت، بوزيشن تو سايت اللي هي من التزامات المالك. في الحلقة دي هنتكلم على النوع ال12 وهو الدامجز او التأخيرات، دامجز اند ديليز اللي ممكن تحصل للمقاول بسبب مقاولين اخرين. وهرجع افكركم انه في الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا على الاكسس تو سايت قلنا انه الامبلوير مش ملزم يعمل اكسكلوزيف رايت اوف اكسس للكونتراكتور. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ممكن يدي رايت اوف اكسس لاكتر من مقاول، رايت اوف اكسس لمقاول الشبكات في مشروع كومباوند، وفي نفس الوقت رايت اوف اكسس لمقاول البيلدنجز اللي بيبني الفيلا، ويخلي التو كونتراكتورز يشتغلوا في نفس الوقت. هو مش ملزم يدي لك اكسكلوزيف اكسس لو عقدك فدك 99. طيب فبالتالي لو حصل الموضوع ده ممكن انت يا مقاول يحصل عليك تاخير او دامج بسبب المقاولين التانيين اللي شغالين معاك بنفس المشروع. وده التوبيك اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده اللي هو الدامجز اند ديلي باي اذر كونتراكتورز. نقول بشكل عام الارجيو بتاعت الطرفين زي ما تعودنا. بشكل عام الكونتراكتور بيارجيو ان اي تكلفه نتيجه الكوردينيشن اللي انا بعملها بيني وبين المقاول التاني انت يا مالك ملزم تدفعها لي، واي ضرر لحق عليا نتيجه الكوردينيشن دي انت يا مالك ملزم تدفع لي وتدفع لي التعويض الناتج عن كده. ولو الكوردينيشن دي حصل عليها تغيير في السكوب او تغيير في الديزاين انت يا مالك ملزم تدفع لي الكونسيكوينسز بتاعه التغييرات دي. دي بشكل عام الثلاث حاجات الرئيسيه اللي المقاول بيارجيو انه ياخدهم. وغالبا الامبلوير تيبيكال ارجيو بيبقى انه لا انت عليك التزام يا مقاول انك تعمل كوردينيشن، فبالتالي انا مش هدفع لك اي حاجه نتيجه الكوردينيشن دي، واي كونسيكونسز نتيجه الكوردينيشن دي انت اللي بتتحملها يا مقاول، والموضوع ده مش نوع من انواع الفاريشنز. طيب نشوف العقود بتقول ايه في الموضوع. هنشوف اول حاجه زي ما تعودنا الفيدك 99 ريد بوك. هنلاقي ان الريد بوك غطى الموضوع في الماده 4.6 اللي بتتكلم على الكوبريشن، والمادة دي بتقول ان الكونتراكتور the contractor shall as specified in the contract or as instructed by the engineer allow appropriate opportunities for carrying out الآتي carrying out the work للemployer personnel للممثلين المالك او اشخاص المالك او other contractor للemployer any other contractor employed by the employer and the personnel of any legally constituted public authorities اي دوائر حكوميه بها اشخاص في المشروع. طيب ايه الالتزام على المقاول في الماده دي؟ نقراها مع بعض. هنلاقي انه اول حاجه الماده بتقول as specified in the contract، فلو انت كاتب حاجه بشكل واضح وصريح في العقد انا ملزم اعملها في الكوربوريشن، او as instructed by the engineer لو الانجينير اداني instruction ايه بقى اللي انا اعمله؟ allow appropriate opportunities ادي المقاولين التانيين فرص مناسبة ان هم يشتغلوا. فالمادة فيها حاجتين، ان هي تكون appropriate وهي تكون محددة في العقد او instructed by the engineer. ورجعت المادة كملت وقالت any such instruction لو الانستركشن دي او اي instruction من دي shall constitute a variation هي امر تغييري لو الانستركشن دي ترتب عنها unforeseeable cost، لو الانستركشن دي ترتب عنها ان انا هدفع فلوس او هتكبد مصاريف انا ما كنتش شايفها في مرحلة التندر unforeseeable cost unforeseeable with capital C اللي هي واحدة من defined term في الكونتراكت، فانا لو كنتش اقدر اشوف التكاليف دي او اقدر اعملها foreseeable في مرحلة التندر وانت اديتني instruction يا engineer ان انا اعملها من حقي اطالب بالكوست نتيجة instruction دي. طيب خلينا ناخد مثال. انا خدت مشروع فيلل وكان ان انا هنفذ الفيلل، وبعد ما بدات شغل في المشروع ما كانش في اي حاجه في العقد بتقول ان في انفراستراكشر كونتراكتور هيشتغل معايا، ما كانش في اي حاجه في العقد بتقول ان المالك هيعين انفراستراكشر كونتراكتور بعد شهرين او بعد ثلاثه من طول العقد، فانا كنت متصور ان انا هشتغل في المشروع بتاعي بدون اي تدخل مع مقاولين اخرين.
جه المالك بعد 3 4 شهور قال لي انا عينت انفراستراكشر كونتراكتور، ومن فضلك الانفراستراكشر كونتراكتور ده هيستخدم المكاتب بتاعتك او هيستخدم المياه والكهرباء اللي انت حاططها في المشروع، فبالتالي استخدامه للمياه والكهرباء اللي انا حاططها في المشروع هتترتب عنها تكلفه اضافيه ان انا هدفع فواتير الكهرباء للمقاول الاخر temporary facilities اللي انا عاملها في المشروع. هل التكاليف الاضافيه دي انت مقاول كنت تقدر تتنبأ بيها في مرحله التندر؟ لا، لو انت ما تقدرش تتنبأ بيها في مرحله التندر هتندرج تحت unforeseeable cost اللي هي ماده الكوبريشن 4.6 اللي قدامنا على الشاشه، بتنص على انه من حقك تاخد variation نتيجه الكوست ده لو كان unforeseeable. وهنا هتاخدنا تاني لتعريف unforeseeable، وزي ما حكينا في مادة الـ Unforeseeable Physical Obstruction هنلاقي ان الـ Unforeseeable دي بتخليك تشوف الـ Site Data والـ Contract والـ Documents اللي خدتها في وقت الـ Contract علشان تقدر تقول هل كنت تقدر تتنبأ بحاجة زي كده ولا لأ. فلو لقيت حاجة في الـ Contract بتقول مثلا انه المالك أشار انه في مقاول تاني هيتعين بعد شهرين ثلاثة، فكان ممكن تتنبأ بحاجة زي كده أو لأ، فدي تندرج تحت تعريف كلمة الـ Unforeseeable. طيب المادة بتكمل وتقول لو انت اديت سيرفيسز للناس دول، السيرفيسز بقى زي ما حكينا ممكن تكون مياه، كهرباء، استخدام الفاسيلتيز، استخدام الترينز بتاعتك، استخدام الماشينري، بعض البلانتس اللي موجوده عندك في المشروع، اي سيرفيسز انت اديتها للمقاولين دول تقدر تاخدها از فاريشن يا كونتراكتور. طيب الفيدك 2017 زي نرجع مع بعض نشوف تاني المادة فيدك 2009. الفيدك 2009 بس تكلم على الobligation بتاعة الكونتراكتور انه يدي appropriate opportunities، يدي لك سماحية مناسبة للأشخاص المقاول او للمقاولين المعينين من طرف المقاول. الفيدك 2017 حاول يوضح شوية الموضوع لانه الموضوع ما كانش واضح، فاضاف كمان كلمة انه انت كمان عليك obligation انك تعمل cooperation plus allow appropriate opportunities. فمش بس allow appropriate opportunities زي الفيدك 99، لا هو ضاف في الفيدك 2017 انك كمان عليك obligation انك تعمل cooperation، انك تتعاون مع الشخص التاني، مش بس تديله opportunity لا كمان تتعاون معاه في تنفيذ الاعمال بتاعته. وكمان الفيدك 2017 ضاف في الجزء بتاع الـ unforeseeable انه الـ unforeseeable دي يكون having regard to what stated in the specification. فقال انت تعرف ان دي unforeseeable cost ولا لا، لازم ترجع للspecification، وهي الspecification اللي هتحدد لك هل كان منصوص فيها حاجة على موضوع الكوست نتيجة التعاون مع المقاولين الاخرين او استخدامهم من facilities بتاعتك ولا لا، هي دي اللي تحدد لك اذا كانت دي unforeseeable ولا لا. فاشار بشكل واضح للspecification كالدوكمنت اللي ترجع لها عشان تحدد هل دي unforeseeable ولا لا. الفيدك 99 ما كانش محدد الدوكمنت اللي لازم ارجع له. طيب ايه الحاجات الرئيسيه اللي ناخدها بعين الاعتبار واحنا بنتعامل مع كليم زي ده؟ زي ما قلنا اول حاجه انه الobligations بتاعتك يا مقاول تكون منصوص عليها في العقد او في الspecification. الobligation في الفيدك 99 بس قالت الobligation to allow appropriate opportunities، انا ما عليهاش التزام اكتر من كده، ما عليهاش التزام اتعاون معاك، ما عليهاش التزام اعمل coordination معاك، ما عليهاش التزام اعمل لك رسومات، ما عليهاش التزام اعمل لك services. الالتزام الوحيد اللي عليا انه ادي لك فرصة تشتغل في المشروع، فرصة مناسبة او الفرص المناسبة انك انت تشتغل معايا في المشروع. الفيدك 2017 عدل الموضوع وضاف عليك التزام انك تتعاون معي لو حصل اي unforeseen cost نتيجة الالتزام ده، من حقك تطالب بال unforeseen cost نتجت عن الكوربوريشن مع الكونتراكتور ده. دي من الحاجات الرئيسية اللي لازم تاخدها بعين الاعتبار. الحاجة التانية انه لو حصل تعديل نتيجة الكوردينيشن ده او الكوربوريشن ده في السكوب، ده تقدر تاخد عليه variation. دي ما لهاش علاقة خالص بالobligations عليك انك تعمل coordination او cooperation. بمعنى انه لو انا عملت cooperation معاك، فلما عملت cooperation معاك انت راجل بتعمل infrastructure، انا راجل بعمل الفلل، اديتني مناسيب مختلفة عن المناسيب اللي انا شغال فيها، فترتب عن المناسيب المختلفة اللي انت اديتها لي
ان انا هعمل رد بكميه اكبر واعمل مساحات اكبر، ده ما كانش موجود في العقد او في رسومات العقد. فنتج عن الكوردينيشن ده تعديل في السكوب، وبما انه نتج عن الكوردينيشن ده تعديل في السكوب فبقى ده يندرج تحت موضوع الفاريشن. ما ينفعش ابدا يندرج الملاك يستخدموها ان دي كوردينيشن وبالتالي انت مسؤول عنها يا مقاول وبالتالي مش هدفع لك فلوس عليها. لا، لو عقدنا فيدك، الفيدك بيقول انا مسؤوليتي بس ان انا اعمل معاك كوبريت لو فيدك 2017، وبالتالي الكونسيكونسز بتاعت الكوبريشن دي لو نتج عنها تعديل في السكوب دي مش ريسك عليا يا مقاول، دي تندرج تحت موضوع الفاريشن. ناخد كيس لو على سبيل التوضيح لإيه معنى كلمة cooperation أو coordination. في كيس من الكيسز الشهيرة في واشنطن في أمريكا، كان نفس الفكرة، مالك عين 2 مقاولين في المشروع، مقاول بيعمل الفول سيلينج ومقاول بيعمل البارتيشنز. واحد من المقاولين كان ملتزم بالسيكونس اوف ورك اللي هو مقاول البارتيشنز، مقاول الفول سيلينج، سوري مقاول الفول سيلينج هو اللي كان ملتزم بالسيكونس اوف ورك، مقاول البارتيشنز اشتغل البارتيشنز قبل ما المقاول بتاع السيلينج يجي يشتغل. فالمقاول بتاع السيلينج لما جه يشتغل لقى البارتيشنز موجوده فما قدرش يشتغل. المالك قال انه دي مسؤوليتك يا مقاول، انت مسؤوليتك تعمل كوردينيشن ومسؤوليتك تعمل كوبريشن، وبالتالي انا مش هدفع لك اي حاجه ليها علاقه ب لو انت عايز تقلل البارتيشن شويه، لو انت عايز تعمل تعديلات في الفول سيلينج علشان تمشي مع الارتفاعات الجديده اللي ظهرت في البارتيشنز. وده كان موقف المالك من الموضوع، وكان طبعا موقف المقاول انه ده هيتطلب ان انا هعمل شغل اضافي وبالتالي اعمل لي تشينج اوردر نتيجه الموضوع. والحكم طلع زي ما هو كوتد قدامنا في الشاشه، الحكم طلع انه لا، ده ما يندرجش تحت مسؤوليه المقاول ان هو يعمل كوردينيشن، دي تعديل على السكوب وبالتالي مسؤوليه المالك، وبالتالي لازم يطلع بيها فاريشن اوردر من عند المالك للمقاول للتعديل اللي هيحصل. فهنا يعني الكيس لو دي بتشرح لنا شويه ايه هي حدود الكوردينيشن وايه هي الالتزام اللي عليك يا مقاول في موضوع الكوردينيشن. من الدوكيومنتس المهمه او الريفرنس بيبرز المهمه في الموضوع هي البيبر اللي محطوط سناب شوت ليها على الشاشه اللي هي The Owner Duty to Coordinate and Cooperate on Multiple Construction Projects. دي من الدوكيومنتس الظريفه اللي انتشرت من لونج انترناشونال، احدى شركات الكونستراكشن كليمز، موجوده طبعا على مكتبه علم ينتفع به. فيها كيسز كتيره ليها علاقه بالدامجز والتاخيرات بسبب المقاولين الاخرين والتداخل بين المقاولين الاخرين. انصح كل الناس ان هي ترجع لها. كده نكون خلصنا النوع ال 12 من انواع الكليمز. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن النوع ال 13 وهو الظروف المناخيه والتعديلات نتيجه الظروف المناخيه. وشكرا جزيلا، نلقاكم الحلقه القادمه.